بالنسبة لتمثيل الوطن، لا أحد يمثل الوطن، لا أحد يمثل السنة، لا أحد يمثل الشيعة. الشيعة يمثلون نفسهم، والسنة يمثلون نفسهم، والأكراد يمثلون نفسهم. أما الأحزاب والقوى ومنظمات المجتمع المدني هي قوى تحاول تنقل حاجات ورغبات ومطالب وأهداف وقضايا البيئات المختلفة اللي تكون موجودة بها ضمن إطار المجتمع. وحتى في التنظيم البرلماني والديمقراطي، أن عندما تنتهي الانتخابات تنتقل السيادة إلى مؤسسات الدولة، وعندما نذهب إلى الانتخابات تعود السيادة إلى الشعب. لا أحد يمثل بالمعنى المطلق، لكن ممكن يعبر يعني، لكن هذا التعبير مو بالضرورة ممكن يكون صادق بالمية. يعني الحركات الشيوعية عبر التاريخ اعتقدت نفسها أنها تعبر عن ضمير البروليتاريا، لكن بالنهاية انتهت. الحركات القومية اعتقدت أنها تعبر عن الأمة وانتهت. الحركات الإسلامية ذهبت أيضا إلى فشل عندما اعتقدت أنها تمثل الأمة الإسلامية. نتذكر عندما ظهر البغدادي ونصب نفسه خليفة على المسلمين، وهناك من يبايع في أفريقيا وفي آسيا ويعتبر نفسه ممثل للمسلمين، وهو لا يمثل المسلمين. أنا ما انتخبت البغدادي ولا غير البغدادي ولا بن لادن ولا هذه الشخصيات. لكن مع الأسف تعتقد بعض الحركات والأحزاب أنها تمثل وتفرض تمثيلها على الشعب. لذا أعتقد أن